صاحب الجواهر تلميذ كاشف الغطاء، وكتابه جواهر الكلام هو شرح لشرائع الإسلام للمحقق الحلي، وقد قرأت ما قرأت عليكم من كتاب الشرائع في الحلقة الماضية. هذه طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان، وهذا المجلد السادس من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة في الصفحة 100. بعد أن ذكر ما ذكر من الآراء المختلفة والمتباينة، إنها الآراء التي حدثتكم عنها بالإجمال التي ذكرها يوسف البحراني في الحدائق الناظرة. يوسف البحراني توفي سنة 1186، كاشف الغطاء توفي سنة 1228، صاحب الجواهر محمد حسن النجفي توفي سنة 1266، كاشف الغطاء تلميذ عند يوسف البحراني، صاحب الجواهر تلميذ عند كاشف الغطاء. هذا الكتاب جعلت له هذه الأهمية لأن صاحب الجواهر وجد طريقة شيطانية للتصرف بالخمس اعتمدها المراجع الذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا، ولذا يمجدون به كثيرا، يمجدون بصاحب الجواهر وبكتابه. ولهذا الكتاب حكاية لا مجال أن أذكرها لكم. حينما أحدثكم عن تأريخ علم الأصول سأحدثكم بهذه الحكاية، لأن الكتاب هذا في أصله لم يكن أصوليا، لا علاقة له بالمدرسة الأصولية، بعد ذلك أقحموا المسائل الأصولية فيه واعتمدوه لأنه وجد طريقة لسرقة الخمس تختلف عن طرائق الذين سبقوا. هو أيضا حائر، وفي جانب من حيرته وجد طريقة شيطانية للتصرف في الخمس السحت الذي يسرقه المراجع الطوسيين اللعناء من الشيعة باسم صاحب الزمان. هكذا يقول صاحب الجواهر: وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن من دون دليل، يجول في ذهنه استحسانان من دون دليل، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، بغير علم، بغير دليل من القرآن أو من حديث العترة، لأن مصادر الدين هي هذه، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هو يتمسك بما يجول في ذهنه كالعلماء الذين سبقوه، مثلما يستعين كاشف الغطاء بالظالمين وبالجند وبالشرطة لإجبار الشيعة على دفع الأخماس التي أباحها الأئمة، بل في زمان الحضور، في زمان وجوب دفع الأخماس، الإمام الصادق يقول لذلك الرجل من القماطين كما قرأت عليكم الرواية قبل قليل: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم حتى لو كنتم تقصرون معنا. وهؤلاء اللصوص ماذا يفعلون؟ وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان، روحي لروحه الفداء، روحك لخمسه الفداء، لخمسه المسروق وليس لروحي، روحي لروحه الفداء، روحي لخمسه الفداء. وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان، روحي لروحه الفداء، يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة من الهاشميين الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك، وإنما يصرفه المرجع على نفسه، مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية، المرجع حينما يقول له الشيعي: هذا الخمس وفقا للقول بدفنه أنت تدفنه، فهو يدفنه في بطنه، قدست بطنه القدوسية طاهرة، يدفنه في بطنه، عملية الدفن تكون مناسبة جدا في ذلك المكان
الواسع المقدس، إنها بطن المرجع، الكلب ابن الكلب. وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة من الهاشميين الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم من غير الهاشميين إلى آخر الكلام. هذا قول له، ثم غير القول، إنهم في حالة حيرة، هذا استحسان لا دليل عليه. يقول وأقوى من ذلك، الكلام الأقوى، هذا هو الذي أخذ المراجع يرقصون فرحا لأجله. ومن هنا ضخم هذا الكتاب وضخم الجواهر لأجل هذا القول. وأقوى من ذلك، من ذلك مما كان يجول في ذهنه من أنه يحسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان أن يتصرف بأمواله في المواطن التي أشار إليها من دون دليل. يقول هناك شيء أقوى من، على أي أساس أقوى؟ القول الأول لا دليل عليه، والقول الثاني لا دليل عليه. هكذا أسسوا لكم دينا ومذهبا. حينما أقول لكم من أن دين العترة لا علاقة له بدين مراجع النجف، ما هذه كتبه وهذا هو دينه. ومثل هذا جرى في تفسير القرآن، وقد أثبتت هذا أيضا عبر برامجي. ومثل هذا جرى في العقائد، وقد أثبتت هذا أيضا، وكل ذلك بالوثائق والحقائق والدقائق في برامجي. ومثل هذا في سائر أبواب الفقه، ومثل هذا في سائر شؤون الثقافة والمعرفة، ومثل هذا في الموقف من عقيدة البراءة، ومثل هذا فيما يرتبط بقراءة التاريخ وما جرى على أهل البيت يقدمون تاريخ الطبري على ما يأتي من روايات وأحاديث عنهم صلوات الله عليهم. لقد أسسوا دينا يختلف بالكامل بالمطلق عن دين العترة الطاهرة بحسب استحساناتهم وبحسب أهوائهم بحسب مصالحهم. ما هو الشيء الذي يصب في مصلحتهم؟ يقومون بنحت الدين وفقا لمصالحهم، فما بقي شيء من الدين. تفقهون هذا الكلام أو لا تفقهون؟ يا أيها الذين تقولون عن أنفسكم أنكم شيعة، تفقهون أو لا تفقهون؟ لو تردون يجيبوا لكم شرطة، لو تردون يفعلون بيكم، ايش تردون يسوون بيكم بعد؟